مناطق كثيرة من الريف الدمشقي انتشرت مكبات النفايات في الشوارع وعلى الأرصفة لتغدو عبئا ثقيلا على كل مدينة، حتى تطوع بعض الشباب لإزالتها والتخلص منها لما سببته من أمراض وضرر على البيئة والسكان. يشهد هذا المركز الصحي في الغوطة الشرقية الذي يتوافد إليه السكان وقد أصيبوا بأمراض انتشرت مؤخرا مثل التفوئيد وأمراض جلدية أخرى، يزيد واقع الحصار من صعوبة مواجهة الأمراض في ظل غياب مستلزمات طبية كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في ظل الأوضاع الصحية السيئة اللي عم نعيشها بالغوطة الشرقية نتيجة الحصار المفروض من قبل قوات النظام، ما عم نحسن نأمن الرعاية الصحية وأسس الوقاية الصحية الأساسية مثل التخلص من القمامة اللي ما عم نحسن نساويه، أو تأمين مياه صالحة للشرب مع ارتفاع درجات الحرارة وحدوث حركات نزوح داخلي ضمن الغوطة. أدى هذا الشيء لانتشار أمراض الهضمية اللي كانت مثل الزحار والتيفية والمالطية والتهاب الكبد A بدأت تتحول لأوبئة منتشرة ضمنه. السعيد هنا من استطاع تأمين وصفة طبية كتبها طبيبه المعالج، ذلك بعد إغلاق كثير من معامل إنتاج الأدوية وتوقف أخرى عن العمل جراء استهدافها من قبل مدافع وطائرات جيش النظام. بسبب الحصار بحصل عندنا كثير عبوطة هون، وعندنا نص كثير كبير بالحالات بالأدوية، يعني حتى أدوية أطفال يعني مكتوب معظمها موجودة، المسكنات، التهابات، شربات سخونة، حتى السيتامول الأشهر من المعروف كثير ما موجود طبعا بالشربات، حتى الكبار حبوب المسكنات، حبوب الالتهاب، إبر الالتهاب، الروز مو موجودة، يعني حتى حبل البروفين الشهير ما موجود عندنا حاليا بالمنطقة. لذلك عمد الصيادلة في الغوطة الشرقية إلى تركيب أدوية جديدة تفيد في علاج أمراض فقد الدواء المناسب لها، مثل مضادات الالتهاب للجرحى والمصابين الذين عانوا كثيرا جراء فقد الأدوية، فأوجد الصيادلة ما يناسبها من العدم على حد وصف أحدهم. نتيجة الحصار وقائمين على الموضوع والأخبر منا صدرانية دوائية، يعني حاولوا يجدوا أشياء من العدم بس من شان أنه يعني يساعد الناس، مثل هذا أسبرين 500 اكتشفوا أنه بيساعد على مضاد وزمة للمرضى الجرحى يعني بحاجة له كتير. هو طبعا مضاد وزمة الأساسي لأدناز أو أي شيء نوع أو أي بديل ما موجود حاليا بالمنطقة، فكان القائمين على الموضوع من الصيادلة والأطباء أو الدوائيين بالتحديد يعني حاولوا أن يصنعوا هيك شيء من العدم حتى يساعدونا بس مع المرضى. ليست كل الأمراض يستطيع صيادلة الغوطة الشرقية معالجتها بتركيب أدوية من مواد محلية، لتبقى المنطقة بحاجة للكثير من المساعدات الطبية بالإضافة إلى الحاجة الماسة لتنظيم الأمور الخدمية التي تلقي بظلالها على الواقع الصحي للصغار والكبار.